وصلنا لفقرتنا الثانية ومستمرين بالحكي عن تأثيرات فصل الصيف على البشرة وعلى الصحة أيضا. هالموضوع يلي رح يتصدر مساحتنا الطبية لليوم، شو هي الأعشاب يلي بتناسب هاي الفترة من السنة المتزامنة مع شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة؟ أسئلة كثيرة رح نتعرف ويجاوبنا عليها دكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى جميع المشاهدين ان شاء الله. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن اهم الاعشاب الصيفيه. حقيقه فكره الاعشاب الصيفيه يعني تندرج ضمن اطارين. اول شيء لازم نعرف نحن بانه نحن فقد السوائل بهالفتره من السنه وخاصه تحت اشعه الشمس، يعني ما شاء الله الايام عم نمرق فيها كثير حاره، فبتاثر بشكل يعني كبير جدا باتجاهات مختلفه. اولا على نضاره البشره بشكل طبيعي، بصير في عندنا شحوب اذا فقدنا المي وما عوضنا هالكميه السوائل كلها بتاثر سلبا على ما نحافظ عليه من نضاره البشره ووظائف ايضا كثير اعضاء من الجسم من ضمنها الكليه. الحقيقه يعني كثير ناس اليوم بتشكي من مشاكل، اللي عنده مشاكل رمال بوليه، حصى بوليه، ببلش يشكي من فقد السوائل. الحل المناسب بهالفتره هي هو الاكثار من كميه الماء. لازم عندنا نحن بين 2 و3 لتر يوميا، نبقى دائما يعني عم نحافظ على كميه الماء بشكل جيد. طبعا بنحكي عن الماء، بنحكي عن الاعشاب بدون ما يكون في عندنا يعني تحليه بالسكر، لانه السوائل المحلات بالسكر ما بتعطينا نفس القيمه أكيد. والفائده، بالعكس بصير في عندنا اضرار. يعني نحن عم نحكي مثلا عن المشروبات الغازيه، عم نحكي عن العصائر المصنعه، كلياتها ما هي تعد، يعني نحن ما فينا نعدها ضمن كميات السائل لانه نحن عم ناخذ منها تاثيرات سلبيه اكثر من تاثيرات ايجابيه. فالماء او السوائل، اليوم في ناس كثير بتشرب مثلا متي، بتشرب زهورات، بتشرب شاي، هي كلها مشروبات مفيده الحقيقه. وبرمضان اليوم في عندنا مشروبات حكينا عنها بحلقه سابقه، كمان انتبه بدون سكر كلها مفيده، مجرد ما فات السكر عنا دخلنا باضرار، زياده وزن، تاثير على السكر. وحقيقه السكر يعني مشكله العصر اليوم، مرض السكري، وهذا كلياته بيجي من التراكمات اللي ممكن نحن نحصل عليها نتيجه الاستهلاك غير المرشد للمواد السكريه. بنرجع لفكره السوائل، نحن فعلا بحاجه لكميه كبيره من السوائل، عم نفقدها اليوم حاليا بالنتح، عم نفقدها تعرق، عم نفقدها من خلال يعني الحرارة المرتفعة. لازم تكون هالكمية المي موزعة على مدار اليوم. طبعا حاليا في صيام، نحن بعد الصيام ننتبه كمان نوزع كمية السائل، ما دغري ناخذ كميات كبيرة من المي بصير في عندنا مشكلة بالهضم. بعد ان شاء الله ما يخلص رمضان والعيد، ان شاء الله كل عام وجميع المشاهدين وانتم بخير وسوريا بخير، ننتبه من موضوع يعني الاخطاء الهضميه. يعني بصير في عنا مشاكل انه طول الصيام ملتزمين بنظام غذائي جيد وصار في عنا تدبير للوزن، نجي ايامات العيد سكريات وانواع مشروبات سكريه وغيره من المأكولات على مدار اليوم، بصير في عنا هون مشكله كمان لازم ننتبه عليها. بنرجع لفكره اساسيه ومهمه، الكليه وعمل الكليه وارتباطه بالمي. نحن اليوم للاسف في بعض الناس ببيوتهم مثلا بتوصلهم المياه فيها كميه من الشوارد خلينا نقول الكالسيوم وغيره من الشوارد اللي ممكن تسبب تشكيل رمل او حصى بوليه. تتظاهر القصه عند كثير من الناس، بتبلش القصة بصعوبة بالتبول، بصير في عنا حرقة أثناء التبول، بصير في عنا بعض الآلام، ممكن تتطور هالآلام بصير في عنا كولنجان، هذا بصير في عندي آلام نوبية حادة جدا. وفي كتير ناس بتشتبه عليهم الأعراض مع إصابات ثانية هضمية، أو قد يكون في عنا مثلا عند البعض عنده مشاكل التهابية أو شيء. فلذلك نحن هون لحتى يعني التدبير الدوائي عادة مرتبط بشكل رئيسي بمواضيع الكلية بالمي، فنحن لازم ناخذ سوائل ولازم ناخذ بعض النباتات المدرة للبول واللي بتساعد على عمل الكلية، مثل شباشيل الزرع. الشعر الزرع مهم جدا جدا، يعني ممكن نغليه ونشربه ومدر للبول. في عنا نبات اسمه القريص، بذور القريص، الكركديه مشهورة ومتوفرة بشكل كبير جدا، لها دور مدر بولي مهم جدا. الختمية والخبازة، الختمية والخبازة الحقيقه هي من النباتات التي تحتوي على الكثير من المواد الهلاميه.
هي المواد الغلامية لها دور بأنه هي تحافظ على الأغشية المخاطية، وبالتالي بتساعدنا بالتخفيف من حالة الالتهاب أو حالة الإنتان أو حالة حتى التخريش اللي ممكن تحدث. نقطة مهمة جدا هون، نحن المدرات البولية هي مدرات آمنة بتساعد على إدرار البول بشكل لطيف، بتساعد على وظيفة عمل وظيفة الكلية، بينما المدرات الكيميائية ما بيصير نستخدمها من تلقاء نفسنا. في مدرات بولية كيميائية هي تستخدم فقط بمشورة الطبيب، وللناس اللي في عندهم مشاكل ضغط أو عندهم مشاكل بالقلب توصف ضمن جرعات محددة وتتابع. أما المدرات البولية الطبيعية اللي ذكرناها واللي هي متوفرة ممكن نحن نستخدمها بشكل يعني جيد، عنا الوردة الشامية إلى دور مهم جدا. كمان نحن بأي طريقة يعني حضرناها سواء بشكل يعني خلينا نقول زهورات مع مجموعة زهورات تانية، مليسة، الخبيزة، الختمية، في عنا زنب الخيل، نبات اسمه زنب الخيل كمان مهم جدا كمدر للبول. القصة الثانية إذا كان في عنا فعلا حصيات، يعني في ناس مشخص عندهم حصيات بولية، يكون عنا هون نحن مشكلة تبعا لحجم هالحصيات. إذا الحصيات صغيرة عادة ففي ممكن تكون كتير صغيرة وتمرق وتروح من خلال إدرار البولي الكافي. أما إذا كانت ممكن بعض الأحيان تسبب لنا انسدادات، لازم بهالحالة هي نستخدم شيء يخفف من تشنج العضلات الملساء، وبالتالي بيساعدنا على طرحها خارج الجسم. لأنه كتير مشكلة لما بتمرق حصيات صغيرة وبتسد يعني خليني أقول هالأقنية هاي، أو ممكن تسببنا تخريش وجرح يسبب نزف دموي في بعض الأحيان. فشو بناخذ؟ بناخذ الخلة السورية. بذور الخلة السورية نبات مهم جدا جدا الحقيقة، مر شوي ولكن فعاليته مهمة، بالغلي أو ممكن نحن يكون بشكل مسحوق موجود بالصيدليات، حتى بشكل سواء مسحوق خلة أو خلين اللي هو المستخلص من الخلة، ويوصف بكثرة من الأطباء لإدرار البول والتخفيف من تشنجات، وبالتالي بتساعدني على يعني إدرار البول والتخلص من هذه الحصيات بشكل آمن ولطيف. بنتبه للنقطة هون، ما بيصير من تلقاء نفسنا إذا شعرنا أنه عندنا مشكلة بولية نروح ناخذ صاد حيوي أو حب التهاب كما يسمى شعبيا لحالنا، لأنه كتير بيصير في عنا حالات مقاومة، والمقاومة بتكون مرتبطة بعدم الاستخدام غير المرشد لها. تفضل. أكيد لازم يستشيروا الطبيب بهيك أساس. أما الأعشاب دائما هي دواء، يعني وهي دائما بتكون آمنة، فيهم هن يستخدموا الكمية المناسبة لهم بأي عشبة. خلينا نحكي عن أهم الأعشاب الصيفية، عشبة النعناع قديش بيعطينا شعور بالانتعاش وكتير بيعطي ترتيب للجسم، خلينا نحكي عنه. الحقيقة يعني تسميتك أعشاب صيفية تسمية جميلة. نحن اليوم بالصيف شو بدنا عادة؟ أما بدنا نحن شيء منشط، تمام، منشط للهضم. النعناع الحقيقة فيه عدة فوائد. أولا بيساعدني أنه بنشط الهضم بشكل جيد، له تأثير جيد على الكبد لأنه كمان منشط للكبد، يعتبر فيه مركبات المنتول بتساعدنا لمشاكل الصدر وخاصة للمدخنين أو الأشخاص اللي بيشربوا أرجيلة أو غيره. بالإضافة أنه هو بيساعدني بشكل إيجابي جدا على قتل الجراثيم بالجسم نتيجة تأثيره المباشر عليها، و حتى الكولون العصبي والتشنجات كمان بيخلصنا منه. كيف؟ الكولون العصبي والتشنجات 100%. أي شيء يرتبط، أي شيء يرتبط بمشاكل هضمية، تمام، سواء نفخة، غازات، تشنجات الكولون اللي بنسميه متلازمة الأمعاء الهيوجة، ممكن نستخدم النعناع بشكل رئيسي، بيساعدنا بشكل قوي جدا، والكمون، ولكن الكمون الذي يحتوي على الزيت العطري، يعني لازم أثناء عملية التحضير ما يكون الكمون قديم كمسحوق، لازم يكون حديث، ممكن نطحنه نحن بمطحنة البيت، أو ممكن نحضر منه المنقوع وليس مغلي. نحن بالنسبة للأعشاب العطرية اللي نذكرت ما بيصير نغليها على النار، لازم نغلي المي ونخلي بعد ما تقلب وتغلي المي، تمام، نحط الأعشاب ونغطيها 10 دقائق وبيتم شربها واستخدامها. دكتور بس مشان ما يداهمنا الوقت، خلينا نحكي شغلة، يعني دائما عم نشوف الناس عم ترجع على الأعشاب وعم يوصوا بعض، يمكن وسوريا والطبيعة السورية غنية بالأعشاب المفيدة للصحة أيضا، ولكن الاستخدام الخاطئ أو الاستعمال الخاطئ للأعشاب، خلينا نحكي عن مداره. خليني كمان أحكي عن نقطة الظروف، ظروف البابونج، ظروف اليانسون، ظروف الكمون والليمون،
هي بتعطي نفس الفائده، ولازم نخلي الظرف ولا لازم نشيله؟ وشو هن الاعشاب يلي فينا ننقعها والاعشاب يلي ما لازم ننقعها؟ كل شيء عطري فيه عطور ما بيصير نحن نغليه. اوكي. اما اللي ما فيه عطور، اذا عم نحضر عرق سوس، عم نحضر قرفه، عم نحضر، ما بدنا ناخذ زيت العطري، بدنا المستخلص، ففينا نغليها نحن وتقلب عليها، تمام؟ يعني نغليها اثناء عمليه الغليان بصير في استخلاص اكبر. ما يتعلق بسوق عفوا النقع قديش لازم يضل بعد الغليان؟ حسب، في عنا منقوعات 10 دقائق، في عنا منقوعات ممكن تبقى يوم، كركديه ممكن يبقى يوم ويتبرد حتى، ويمكن في مغليات لازم تغلي فتره كثير قصيره. اذا عم حضر مثلا انارج وهيك ممكن بدنا زيوت عطريه يكون كميه النقع فتره قصيره، واذا بدنا نحضر مثل العرق سوس لا بناخذ فتره طويله بالنقع لحتى نحصل على المطلوب. بالنسبه لسوق الاستخدام، كل شيء اليوم لازم يستخدم بمقدار. طبعا. يعني نحن اليوم كل هالنباتات مفيده، لازم ما نعمل نحن تشكيل لحالنا، قد يكون هناك يعني تضارب بين عشبه وعشبه اخرى، ممكن نحن يكون في عنا سوء استخدام الكميات، زدنا كميات قد يسبب مشكله مثل عرق السوس. اليوم ارتفاع كميات عرق السوس بياثر على احتباس سوائل، بيعمل لنا مشكله بالضغط بشكل كبير. ظروف السليلوز هي ظروف ممكن استخدامها للاعشاب اللي ما فيها كثير زيوت عطريه، ممكن استخدامها بشكل جيد. في لها فائده يعني. طبعا، بس اللي فيها زيوت عطريه لازم نحن ننتبه لفتره بقاء الظرف فيها لحتى نحصل على اكبر كميه ممكنه من المنقوع. بدي نبه على نقطه مهمه، نحن اليوم بهالوقت عم يطلع الشوكي الارضي، شوكي موسمه بشكل حلو، بنصح الجميع باستخدامه بشكل الانجينار بشكل اخضر، مثل ما هو القلب منشط للكبد، مضاد للتسممات، بيساعد حتى كديتوكس. ديتوكس في عنا عمليه تنظيف، يعني احنا اليوم لازم كل 6 شهور نعمل تنظيف للجسم والتخلص من السموم، فهذا يعتبر مهم جدا. حتى القشر اللي حتى القشر اذا ناخذهم، لا القلب يؤكل، القلب يؤكل اخضر اكيد، بس اخضر او مطبوخ الاخضر افضل. القشر الداخلي للقنابات ممكن نغليهم ونشربهم، مهمين جدا جدا، بتساعدوا حتى على تخلص من مشاكل الفيروسيه والجرثوميه كونها منشطه للجسم. أكيد. فممكن استخدامها، وهذا موسمهم، لازم نحن نستفيد من النباتات اللي منتشره طبيعيا بسوريا وموجوده بموسمها ومتوفره بكثره. نعم. الورد الشامي كمان وقته، خلينا نستفيد منهم بوقتهم باستخدامات جيده. اذا صار الورد الشامي شراب او عصير او شيء، اي شيء بس سكر محدود، بس نحن بننبه على السكر محدود، اي شيء بيحافظ على الزيت العطري، اللون، المواد الهلاميه اللي موجوده، بيعطي نتائج مهمه كثير الحقيقه ومفيده. اكيد. متشكرك لوجودك معنا، متشكر نصائحك القيمه اكيد، وكل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بخير، يعطيكم العافيه جميعا، وان شاء الله سوريا بترجع ان شاء الله هيك بهمه ابطال الجيش العربي السوري امنه ومطمئنه بشكل كبير. يزيح الوباء عننا ونعيش انت الجاي باوضاعك ان شاء الله. شكرا كثير لك دكتور. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك.